واحنا ايه اللي حصل لنا؟ في دروس، وحضرتك تفضلت يوم الجمعه امبارح في درس الجمعه ولقاء الجمعه قلت ان في دروس للمحنه، كان في حاجات ايجابيه، ولكن احنا امام شيء الحقيقه استثنائي ما نقدرش نعممه، ولكن شيء مؤلم ومؤذي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. هذا القطاع البسيط الذي قد لا يزيد عن 20-25 إنسان، كثير منهم غفل عن حقيقة نفسه، غفل عن دينه، غفل عن عوايدنا وعن أخلاقه، غفل عن المعاني الإنسانية، غفل عن الرحمة، غفل عن الشهامة، غفل عن الرجولة. هذا الفصيل الذي أعده يعني محدودا معدودا، والذي حدث في شبر البهو شيء لا يقاس عليه، ولا أريد أن أقول أن بيننا أمثال هؤلاء كثيرا. هؤلاء هم الذين يعني يمثلون الشر، يمثلون الجهل، يمثلون الغباوة. وللأسف قد يكون لم يجدوا من يعلمهم هذه الأشياء. وترى بعضهم، لأن أنا سمعت أنهم استعملوا ميكروفون المسجد، ده أمر غريب جدا فضلتك يعني. طب ومال الدين ومال الخطاب الديني بهذا الانحطاط؟ الحقيقة نعم، يعني أنا آسف فضلتك للمقاطعة، بس يعني أنا كنت بتناقش مع فضلتك قبل ما حضرتك يعني نبدأ الهوى، إن في حاجة غلط. ما هو لو المسجد ده علمهم الإنسانية وعلمهم الأخلاق وكان الخطاب الديني بيحتوي على هذا الأمر، ما كانوش اتصرفوا كده. أنا أحكي لك حكاوي قد تكون غريبة، موجودة في كتبنا وكذا إلى آخره، تؤكد أن العبادة وحدها لا تبني الإنسان، وأنه لابد من تخلية القلب من كل قبيح وتحليته بكل صحيح حتى نصل بالإنسان إلى درجة الإنسانية. في كتبنا وفي قصصنا الشعبي أن قارون الذي هو من قوم موسى فبغى عليهم، ده عبد الله 40 سنة. قارون؟ نعم، اللي اتخسف به الأرض وماله، اللي اتخسف به الأرض وبداره. فلما عبد الله 40 سنة اغتاظ إبليس، فأرسل إليه ولدين من أولاده. إبليس ليه أولاد؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ وبعدين العيلين لما راحوا له حاولوا ان هم يضلوه كذا بالاساليب بتاعتهم، فشلوا. فراح له ابليس الكبير وجلس يعبد معه الله 10 سنين، فاتمها 50 سنة. قارون ده وفي النهايه استدرجه من حيث لا يحتسب، ولانه بعيد عن التعليم والتربيه والاخلاق، ولانه ظن ان هذا المجهود يقول لك الهارد وورك، الشغل الجامد، هو اللي يدخله الجنه، ضل واضل واستحق ان يخسف به وبداره الارض. سبحان الله، عبد ربنا 40 سنة قارون، 40 سنة لغايه ما اغتاظ ابليس منه، وفي النهايه عرف يضحك عليه من هذا المدخل بذاته. فهؤلاء الناس الذين استعملوا المسجد في الفساد وفي رفض أن يدفنوا الشهيدة، يا أخي حاجة غريبة جدا، ده شيء فوق الوصف. فماذا نقول ولا ماذا نعيد ولا كذا إلى آخره في مسلمات. يا أخي أنا عايز أذكر هؤلاء، ألا تخافون أن تبتلوا بهذا؟ أنتم فقط الـ25 دول بس، أو الـ22 أو الـ20، مفيش حد بعيد، مفيش حد بعيد، ده رئيس وزراء بريطانيا نفسه اتعدم. فإذا أذن الله أن تصابوا بهذا الوباء، فماذا سيكون الحال؟ أن تقولوا في الحياة لا مساس؟ هو كده،
عاملين زي السامري بقى. هو ده الوجه الثاني. السامري ده برضو في القصة الشعبيه بتاعتنا. مظبوط. مفيش في احاديث سيدنا قوم سيدنا موسى اللي كان اللي اتخذ العجل. العجل عملهم العجل اللي رباه جبريل. اللي رباه جبريل مظبوط السامري. ايوه رباه جسديا كده، لكنه ضل واضل عندما لم يعرف يعني ايه التخليه والتحليه.